بلش المشوار في الرياضة البحرية بشكل عام عام 2015. كان في دورة تدريبية من جاي وفد من الخارج يدرب عليها، هي مركب شراعية. دخلنا خدنا هاي التجربة، تعلمنا السباحة، تعلمنا هاي الرياضة، استمرنا فيها لمدة عام، لكن ما كان في معدات كافية ومراكب كافية ان احنا هاي نمارس هاي الرياضة بحرية في قطاع غزة، فوقفنا من 2016 فينا نحكي ل 2020. اجى رئيس الاتحاد خلدون ابو سليم رجع ثاني يفعل يعني الاتحاد، بس زي ما حكيت انه ما في معدات كافيه، فبس كان المعدات الكافيه هي المراكب التجديف، هي مراكب الخياط، وما كانوا بالعدد الكافي كمان، يعني كانوا كل المراكب الموجوده هي مراكب تخص اشخاص معينه، لكن حاولنا نتعلم هاي الرياضه ونفوت فيها اكثر، ندخل البحر. فمن هنا اجى الالهام انه احنا نفوت البحر ونتعلم هاي رياضه التجديف. فمن احنا صغار كانوا بحطونا في دورات تدريبيه ننمي المواهب اللي موجوده عندنا، فمن ضمن هاي المواهب اللي كانت موجوده هي الرياضه البحريه او رياضه التجديف، لانه في كثير احيانا ممكن الواحد يوصل لمرحله يتعب في مرحله ما، لكن هم كانوا الدافع الاساسي انه انا اكمل الرياضه البحريه. بشكل عام المعدات مش مسموح لها في قطاع غزه انها تفوت، لانه بيعتبروها ذات استخدامين فينا نحكي، فمش فيش معدات كافيه في قطاع غزه، لكن نطمح في المستقبل ان يكون في معدات اكثر، نقدر نمارس كل واحد له مركبه الخاص او الادوات الخاصه فيه انه هو يمارس الرياضه. زي ما حكيت لك انه في هو احنا الاتحاد هو اللي بيساعدنا في هذا الاشي، انه في ناس معينه لهم مراكب خاصه فيهم، فبحاول الاتحاد يجمعهم ويجيب لنا هذه في فتره معينه، يجيب لنا المراكب مثلا هاي ندرب عليها. لا بالنسبه للاتحاد او التجديف بشكل عام، لا هذه اول بطوله اشارك فيها. شاركت في بطولة النرويج والدنمارك في النوروي كاب والدانا كاب لمدة عامين عام 2017 و2022، وحصلت على جائزة الاتحاد الأوروبي الإيوتا ليوم الإمرأة العالمي كأصغر مرهنة في فلسطين. أنا صراحة من أنا صغيرة دايماً معوديننا الأهل إنه ما نحط تركيزنا في إشي معين، بالعكس ننظم وقتنا لكل إشي إله معاد، فبتخيل إنه الواحد لو بنظم وقته بنظم حياته بيقدر يمارس كل إشي بحرية يعني تامة. فزي ما حكيت انه كرة القدم والتجديف والموسيقى هي موهبة انا اكتسبتها من انا صغيرة، وموهبة انا ببدع فيها وبحس ان انا بفرغ طاقة فيها، فاكيد حضرها مستمرة. اما بالنسبة للجامعة والمدرسة بشكل عام، ان شاء الله يعني بدخل التخصص اللي انا بحبه اللي انا بقدر ابدع فيه في المستقبل، وبكون سهل علي كمان. صراحة يعني احنا في زي ما بيحكوا يعني الناس ما بيعجبهم اشي، يعني سواء اذا انت عملتي اشي ايجابي او اشي سلبي. رأي الناس فينا نحكي مش رأي واحد، يعني في تعدد آراء، في اللي هو بدعم مثلا هذا الاشي او في ناس بنتقد هذا الاشي، فصراحة بتقبل كل اشي لانه مش كل هيدا بنفس العقلية، مش كل هيدا بنفس الرؤية او الطموح اللي احنا بنطمح له، فيعني عادي تمام بتقبل.